الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. توقع البنك الدولي أن يتراجع التضخم السنوي في العراق إلى 3.3% في العام الحالي. وقال البنك الدولي في تقرير له إنه من المتوقع أن يتراجع التضخم السنوي للعراق من 6% إلى 3.3% وإلى 3% في عام 2023، مبينا أن التضخم السنوي للعراق كان قد بلغ 0.6% في عام 2020. وأضاف أن أكبر تضخم ستشهده الدول في المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي إيران، حيث من المتوقع أن يصل التضخم فيها عام 2022 إلى 37%، تليها مصر بنسبة 10% ومن ثم تونس بنسبة 6.4%، فيما سيكون أقل تضخم سنوي في جيبوتي والسعودية ب 2%. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة ليكون رابع أكبر مصدر إليها خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول بلغت 4,330,000 برميل يومياً، منخفضة بمقدار 719,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 5,549,000 برميل يومياً. وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 155,000 برميل يومياً، ليكون رابع أكبر مصدر للنفط إليها خلال الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ متوسط الصادرات فيه 71,000 برميل يوميا. أعلنت مديرية شرطة الطاقة عن إحباط محاولة سرقة للأنابيب النفطية لحقل غربي القرن واحد في محافظة البصرة. وقالت المديرية في بيان إن مفارز الفوج السابع في حقول غرب القرن واحد في محافظة البصرة تمكنت من إحباط محاولة سرقة للأنابيب النفطية، حيث استطاعت القوى من إلقاء القبض على المتهم وضبط عجلته أثناء محاولته الهروب. قال مدير أعمال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي إنه يوجد في العراق أكثر من 1,000,000 عامل أجنبي يمارسون مختلف الاختصاصات، والأغلب منهم بلا سند قانوني ويزاحمون الطاقات المحلية. وأضاف العقابي أن العمالة الأجنبية بدأت تستحوذ على قدر كبير من المهن وتعد منافسة للعمالة المحلية، مبينا أن عدة جهات تسرب العمالة الأجنبية إلى البلاد، منها الشركات المنفذة للمشاريع الاستثمارية. وأشار إلى أن أعدادا كبيرة أخرى من العمالة الأجنبية تدخل عبر بعض المناسبات الدينية والسياحية وزيارة، ويتسربون للبقاء في العراق رغم أن سمة الدخول التي حصل عليها هؤلاء الزائرون ليست لأغراض العمل. كشفت بيانات اقتصادية بأن الصين شهدت تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي خلال شهر آذار الماضي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. وتشير توقعات إلى أن النشاط الصيني الاقتصادي سجل تدهورا حادا في آذار مع تضرر المستهلكين وصل المصانع من تفشي وباء كورونا وعمليات الإغلاق. ويقول المحللون إنه من المرجح أن مبيعات التجزئة ستشهد تباطؤا أكثر حدة بعد تضرره بشدة بسبب جهود الصين الصارمة لاحتواء أكبر تفشي لفيروس كورونا منذ اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين في عام 2019. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. Thank you.
ختام موجز، إلى اللقاء.